خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم نتابع ابرز واهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم المباريات اللي هتتلعب في الدوري الانجليزي والدوري الاسباني. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيكون آخر موعد لإجراء التحويلات بين المدارس إلكترونياً على الموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة، وأكدت المحافظة على عدم دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى خلال التقديم للمدرسة، وجميع التحويلات المدرسية تتم إلكترونياً لجميع المراحل الدراسية من KG2 مروراً بسنوات التعليم الأساسي والثانوي العام باستثناء التعليم الخاص والفني. النهاردة لعشاء الدوري الإنجليزي معادهم مع 6 مباريات في إطار الجولة 4 من المسابقة، من أهمها مباراة مانشستر سيتي مع فولهام الساعة 5، في نفس التوقيت مباراة بيرنلي مع توتنهام، والساعة 7:30 هيلتقي برايتون مع نيوكاسل يونايتد. النهاردة لعشاء الدوري الأسباني معادهم مع 5 مباريات قوية في إطار الجولة 4 من عمر المسابقة، من أهمها مباراة ريال مدريد مع خيتافي الساعة 5:15 العصر، الساعة 7:30 هيلتقي ألافيس مع فالنسيا، والساعة 10 بالليل هيلتقي ريال بيتس مع رايو فاليكانو.